دابا الكبيلات اجي نهضروا فواحد الموضوع اللي قبيله تناقشت فيه انا وريضة. انا غنقول لكم وانتم ردوا عليا في الكومونتير الفريزه ديالي. هضر معايا قبيله، قال لك قبيله هضر معايا رضا، قال لك حريده غنقول لك واحد الحاجه. قلت ليه شنو؟ قال لك غنشرط عليك حريده واحد الحاجه. قلت لي اخويا الله يسمعنا خير، يلا يسمعنا خير، يلا ما درنا في المقلبه يتقلى. واش شرط عليا ولا نشرط عليك؟ قال لك حريده ملي غنديروا الخطوبه الكبيره كبيده دابا غنوريكم واحد المفاجاه شريتها لنفسي. بغيت اختي نفرح براسي ونشط راسي ونضحك شويه ونفرنس مع هاد السنينات يا اختي. قلت ما نقدرش نحدد الوقت حيت ما بقى والو، المهم قريب. قلت منين غنبدا غندير الحنه ونفرح براسي، منين رضا شرا ليا هاد الثلاثه ديال اللي بغاصلي. قلت انا ما قنعونيش، قلت اجي نشري واحد جوج اخرين باش نكمل خمسه باش كيجيو في اليدين زويونين وعامرين، ونشري لهذا خاتمو وهذا خاتمو باش ما يبقاش في الرادي هذا باش ما يبقاش بوحدهم. ودابا خليكم معايا ودابا يا الكبيدات اجيو تشوفوا، ها نتوما، ها البراسلي، ها الخير طاحوا فوق الخير، ها نتوما فوق المسمى، بسم الله. اجيو تشوفوا ها البراسلي الاول، فيه الشعار ديال تمازيغت ياك، انا نركبو دابا بسم الله، الله يدخلو بالصحة والسلامة والهنا وراحة البال. والله العظيم ما بقاو ثلاثة جاو ما قنعونيش الصراحة، خاصي يدي تبان عامرة. مع البراسليات الاخرين عندي غلاب، خاص هادو تبان يدي عامرة بسم الله. ياك ياك، وها البراسلي الكبيدة الثاني، واحد كيختلف على واحد. دابا هادشي اللي خارج موضة، قالوا لي احري ودا حيدي معاك هادوك دوبات دوك البراسليات المشبكين ما تبقايش ديريهم، راه ما بقاوش موضه، راه ولا حق هاد السيل هو اللي ولا ولا ولا. قلت لهم ياك ذبذب ولكن واخا ذبذب كل حاجه عندها الذوق ديالها. ها انتم يا الكبيدات دابا اجيو تشوفوا كي جاوني، ها انتم هذا اللي كان شرا رضا ياك، وهذا وانا شريت هذا، وهذا شراه رضا وانا شريت هذا، فهمتوا؟ يعني شريت جوج على ثلاثة خمسة تبارك الله وصلاة النبي، باش كيجيو زوينين في اليد وكتجي اليد عامرة بلاتي هكا. ونزيد حدا هذا ونزيد حدا هذا، هكا الكبيدة تيجيو ملاصقين هانتوما، باش كتجي كتبان اليد عامرة ياك. ها توصيلة الكبيدات، حنا راه ما كنهضروش بلا تواصل. أنا بعدا اللي يقول لي جبت لك الدبا حريوة أول حاجة تنقول ليه راه توصيل هانتوما توصل. هاد جوج براسليات شريتهم ب 7800 درهم، يعني 156000 ريال جوج براسلي، 156000 اكيد كنهضروا بالدرهم ياك. ايوا وهادو هاد البراسل هاد الخاتم هذا، انا عاد براسل هاد الخاتم هذا انا عاد شريته مع هاد البراسلي هذا، ها هو ياك. سمعوا ماما مع بنت اختي، جلسي دوزي جلسي الله. وهذا ثاني ها هو ديالو، يعني ها هما، ها انتم ها انتم الكبيد تاع هما، هذا هذا ها هو الخاتم ديالو، وهذا ها هو الخاتم ديالو. ايوا نقول لراسي بالصحه يا حريده الذهبات، نفرحوا بهم بالصحه والسلامه والهنا وراحه البال. وك دائما كنقول لكم عواشر مبروكه، دخل علينا بالصحه والسلامه ايه وراحه البال. غنوريكم الخواتم، الخواتم ثاني 3100 درهم، يعني 62000 ها هما خواتم، ها هما 3100 درهم يعني 62000 ريال بجوج، اكيد مجوهرات. هاد المره شريت من رشيد، كاع دايبيه ديالنا الصراحه كل نهار كنشريو من واحد، فين ما كنبغيو نشريو كنشريو منهم كاملين، بحيث كيعرفونا كاملين وكيتبعونا كاملين، واصلا الكليانه ديالهم انا قديمه قبل هذا العالم ديال السوشيال ميديا. او دابا الكبيدات اجي نهضروا في واحد الموضوع اللي قبيله تناقشت فيه انا وريضة، هضرنا زعما بقينا كنهضروا فيه انا وريضة. قال لي كحريوده، يلاه جيوا الكبيدات. ايوا
انا غنقول لكم وانتم ردوا عليا. ايوا انا غنقول لكم وانتم ردوا عليا في الكومونتير الفريزات ديالي. جيبي الزيفه اميمه، هذاك الزيف الخضر اللي شريناه من مولاي ادريس فين هو؟ في الباليزه. على يدك على يدك، شوفي حلي الباليزه، غير حلي الباليزه وجبدي هكا هكا نوريهم. قال لك اه ماما، قال لك خديتك. شوف شوف الناس كتعرفني كنهضر في التليفون، قال لك خصها تجي نجيبها حتى هي. لا لا ما تجيبهاش، سيري ماما صافي سكتي. هضر معايا قبيله، قال لك قبيله هضر معايا رضا، قال لك حريده غنقول لك واحد الحاجه. قلت ليه شنو؟ قال لك غنشرط عليك حريده واحد الحاجه. قلت لي اخويا الله يسمعنا خير، يلاه يسمعنا خير، يلاه ما درنا في المقله ما يتقلى. باش تشرط عليا ولا نشرط عليك؟ قال لك حريده منين غنديروا الخطوبه الكبيره راه غنكتبوا العقد. اه شتي هو جا فيه ربي التيسير. لا فوق قلت لي اييه قول نسمعوا الشرط ديالك. قال لك حريوده منين غتكتبي العقد قال لك غنشرط عليك ديري الزيف، وانايا قال لك الزيف كيجيك غزال، قال لك كيجيك فن، قال لك هاتي ديريه قدام المتتبعين ديالك واللي قالوا لك المتتبعين ديالك على راسنا من الفوق. قال لك قال لك حريوده خاصك منين نتكاتبوا وقتيناه ماشي نديرو على اساس هو قالوا لي. لا انا الا بغيت ندير الزيف خاصني نقتنع، انا ندير لكم الكويدات. هانتوما يا الكويدات، هانتوما هانتوما الحزق ان شاء الله الرحمن الرحيم في حياتكم. هانتوما قال لك حريوده والو، قال لك دابا هذا هو الشرط ديالي، قال لك غنضرب العقد معاك، قال لكو ديري الزيف. ايوا قلت لي الكويده رضا من تما لتما ربي تما تنضربوا العقد ويكون خير. قلت لي ولكن هي ما تمزش عليا وبشويه ما تزربش عليا، انا تنقولها لك راه قدام الناس كيسمعوني. انا اصلا هذيك حريوده اللي ما كتجيبش الروطار وما تتكذبش. اه بشويه الكبيده ديالي رضا راه حتى حاجه ما كتجي على على دقه. واخا غنضربوا العقد صافي، مره نديرو بحال هكا هكا، مره نديرو هكا ونطلق هاد الزغيبات. ايوا بشويه عليا تا من نهار يهديني الله بغي نديرو غنديرو، ديك الساعه على قتينا غنديرو لراسي. ايوا هادشي الكبيدات اللي بغيت نعاود لكم اش قال لي رضا. وبقى خير غوت نتاي مرتاي نحكم عليك غبشوي حبيبي غبشوي. هاو غبشوي تحكم عليا راه. شوف دايما تنقولها لك انا، شتي بين المراه والراجل راه ما كاينش الحكام، كاينه واحد الحاجه سميتها احترام، كاينه واحد الحاجه غتحتارمني نحتارمك، كاينه واحد الحاجه. هانتوما الحزق ان شاء الله الرحمن الرحيم في حياتكم. هانتوما قال لك حريوده والو، قال لك دابا هذا هو الشرط ديالي، قال لك غنضرب العقد معاك، قال لك ديري الزيف. ايوا قلت لي الكبيده رضا من تما لتما ربي تما تنضربوا العقد ويكون خير. قلت لي ولكن هي ما تمزش عليا وبشويه ما تزربش عليا، انا تنقولها لك راه قدام الناس كيسمعوني. انا اصلا هذيك حريوده اللي ما كتجيبش الروطار وما تتكذبش. اه بشويه الكبيده ديالي رضا راه حتى حاجه ما كتجي على على دقه. واخا غنضربوا العقد صافي، مره نديرو بحال هكا هكا، مره نديرو هكا ونطلق هاد الزغيبات. ايوا بشويه عليا تا من نهار يهديني الله بغي نديرو غنديرو، ديك الساعه على قتينا غنديرو لراسي. ايوا هادشي الكبيدات اللي بغيت نعاود لكم اش قال لي رضا. وبقى خير غوت نتاي مرتاي نحكم عليك غبشوي حبيبي غبشوي. هاو غبشوي تحكم عليا راه. شوف دايما تنقولها لك انا، شتي بين المراه والراجل راه ما كاينش الحكام، كاينه واحد الحاجه سميتها احترام، كاينه واحد الحاجه غتحتارمني نحتارمك، كاينه واحد الحاجه تهزني فوق راسك نهزك فوق راسي، فهمتي؟ ما كاينش شي حاجه بحال دابا، انا شي حاجه ما كتعجبنيش فيك غنحيدها لك صحه، ولكن غنمشي معاك بشوي بشوي غنحيدها لك، واش فهمتي؟ وانت كذلك.